بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الرز واحدة واحدة الجميل ده، ولا شوية الشوربة، ولا البطاطس والملوخية، ولا العيش المقمر؟ ايه رأيكم في الحلويات والجمال واحلى أكلة؟ ولا لحمة ولا فراخ، بدون لحمة بدون فراخ عملنا احلى أكلة واحلى غدوة. هنقول يلا بينا، هنخش على مطبخ خبير وماما على اليوتيوب، مطبخ خبير وماما على الفيس، ونشوف عملنا احلى أكلة ازاي. يلا بينا يلا بينا. حبايب قلبي، صباح الهنا صباح السعادة، ومساء كل حاجة حلوة، ومساء النور ومساء الورد، كل حاجة جميلة. ما عندناش لحمة، ما عندناش فراخ، هنسكت؟ لا مش هنسكت، هنعمل أحلى أكلة النهاردة. ده كيس ملوخية من اللي مخزنينه مع بعض. فاكرين يا جماعة لما بقول لكم يلا يا جماعة هنخزن؟ أنا مخزنة شوية رز عندي، بطاطس، بصل، وأدي ملوخية. فاكرين لما كنت بقول لكم يا جماعة يلا نعمل ونخزن ونشيل الحاجة لما ترخص نخزن؟ أنا دلوقتي هنعمل أكلة حلوة وجميلة، وهعمل لكم سفرة جميلة، وتعالوا شوفوا هنعمل إيه. ماشي يلا بينا. حبايب قلبي، مساء الهنا مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم في الخير والهنا. بصوا بقى هنعمل ايه. مفيش فراخ مفيش لحمة، هنسكت؟ لا مش هنسكت طبعا. هنسكت ازاي بقى؟ بصوا هنا دي حتة ليا اهي، هنعمل دلوقتي احلى اكلة واجمل اكلة. حتة ليا هنا كده اهو، زي ما انتم شايفين دي بطاطس مع بصل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بطاطس بالبصل بايه؟ بشويه فلفل، يعني حطيت بتاع مثلا ده كيلو بطاطس على قرنين فلفل على بصلتين حلوين، وتبلتهم بالملح والفلفل والبهارات اهو مع بعض. ايه رايكم؟ لو تشموا الريحه هنا ما اقدرش اقول لكم على جمالها. تقليبه بس والتانيه وهوريكم هنعمل ايه. ادي اكلتنا الحلوه الجميله. ماشي، هنا بقى برضو فاكرين لما كنت دايما اقول يا جماعه نخزن 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 التخزين. الملوخيه كانت رخيصه، جبنا ملوخيه وخزنتها وعملتها في الشوربه اهي. بقى عندي كيس ملوخيه اهي، طلعت كيس من الفريزر وسبته يفك وهحطه على النار. هتاخد غلوه، هتعوز انها شوية مية هديها، مش عايزة خلاص. جميلة وحلوة من فل وعشرة. ماشي، هنيجي هنا عايزين نعمل شوية رز. احنا بنحب الرز لا بالشعرية لا واحدة واحدة، وساعات ماما تحبه ابيض. قلت النهاردة نعمل ايه واحدة واحدة مع الاكلة الجميلة دي، عشان بقالنا حبة كبيرة ما عملناهوش. ادي الرز واحدة واحدة بنعمله مع بعض. بص الجمال والحلاوة اهو. ونحط برضو عليه شوية ملح صغيرة علشان خاطر ما ايه ما يبقاش إيه يعني في اسمر وفي ابيض والكلام ده كله. وهنيجي هنا عندنا شويه لسان عصفور، بصوا حبه صغيرين هعملهم مع شويه شعريه، هحطهم كده اهو نحمرهم، ونحمر معاهم شويه شعريه بس اهو. ادي اكلتنا يا جماعه النهارده. بصوا الجمال، ادي الرز بيتحمر، وادي الشعريه بالسر العصفور بتتحمر. هنعمل شوربه وهنعمل رز وهنعمل ملوخيه وهنعمل احلى صينيه بطاطس. ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ هنيجي هنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اهو مش بنكتر برضو بس، وهنديها كوبايتين ميه سخنه ومع بعض كده صينيه البطاطس خلصت. ايه رايكم؟ في اسرع من كده اكل؟ في اسهل من كده اكل؟ اهو هسيبها بقى تاخد غلوه واديها كوبايه ميه معاها. ادي شويه الملح، وادي شويه الملح، برده شويه ملح هنا، مع ان احنا حاطين بس كان في ايدي شويه ملح. ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ ايه رايكم؟ ضغط السمنه، تعالى هنا في الطبق ادي اهو تحمر بقى كل حاجه، وكل حاجه كده تبقى حلوه وجميله، وهوريها لكم. ماشي، بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا الرز اهو، بصوا حلو كده لونه، ما نغمش عن كده عشان ما نمررش منه. احنا بنحب الرز الواحده واحده
بصي تبقى ايه، اه شايفينه، بصوا اللون بتاعه بقى حلو ازاي وجميل. نحط الميه بتاعته والمرقه والملح والفل وعسل. ايه رايكم اكلتنا كده خلصت تعتبر؟ وادي لسان عصفور الشوربه كمان، بصوا اهو، بصوا الجمال. بس كده اهو، ايه رايكم؟ ادي خلص الرز بتاعنا وحطينا المرقه والملح ماشي وكل حاجه، يتشرب بقى براحته. وهنا ادي الشوربه خلاص اهي برده، حلو قوي قوي. يديها شويه الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بس ده يغلي وده يغلي وكله ياخد غلوته، احط بس على الشوربه شويه حبهان، واحده مرقه وشويه ملح. وهنا البطاطس بتتعمل والملوخيه فكت، هاخدها بس غلوه وهعمل بقى الطشه، هوريكم بقى واحنا بنعمل الطشه وكده اكلتنا خلصت. ايه رايكم؟ اسرع وايه يلوي، لا مؤاخذه حقكم علينا، حقكم علينا اللي هو جري كده وسابني لوحدي. نعمل الطشه ونوريكم واحنا بنعمل الطشه، يكون الاكل بقى استوى وكل حاجه استوى. حبايب قلبي بصوا بقى، احنا هنا بنعمل اهي طشه الملوخيه، بصوا الجمال اهي، محمر التومه، حطيت حته ليا سيحتها اهو معايا شايفين، وادي البطاطس خلصت والشوربه خلصت، بصوا الرز وجماله. ايه رايكم في الحلويات دي كلها؟ بصوا الملوخيه، بصوا تقل الملوخيه، بصوا جمالها اهي. هنحط دلوقتي كده كزبره اهي على الملوخيه على التومه، بصوا الجمال، بصوا الحلويات، مين يقول هالطبق وهيك، احلى طبق ملوخيه واحلى اكله واجمل اكله. ايه رايكم؟ بصوا الجمال، وصينيه بطاطس خطيره، حلوه قوي 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 قوي، وطعمها جميل مع الرز الواحده الواحده. خلي مطفي كده، وطفينا على الشوربه وطفينا على البطاطس، وادي الملوخيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يقول لك ايه، اجعل حلاوه لساني او سكري، انا عارفه اني قريتها اقولها ايه اهي. ايه رايكم في الجمال؟ عملنا اكله ولا لحمه ولا فراخ وزي الفل وزي السكر، وطعمها تحفه وعشرة على عشرة. يلا بقى نغرف الاكل ونشوف احلى اكله واجمل اكل، ماشي؟ يلا بقى تعالوا نغرف مع بعض. حبايب قلبي ايه رايكم؟ خلصنا احلى اكله واجمل اكله. ايه رايكم في طبق الملوخيه الجميل، ولا البطاطس، ولا الشوربه، ولا الرز واحده وواحده، ولا محتاجين فراخ ولا لحمه؟ ايه رايكم في الاكل الجميل النهارده؟ يا رب يكون وصفتي السهله البسيطه الجميله اللي طعمها حلو جدا 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 عجبتكم، وتكون حلوه ولذيذه على قلبكم. تحياتي مطبخ حبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ حبير وماما على الفيس، وتحياتي مع مطبخ حبير وماما في اي مكان. نشوفكم في الهنا وفي السعاده وفي كل جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.